علي الزوير علي كان تدخل جيد على خطوة الآن رجاء بدأ أن تضغط وحسين متولي يغير اتجاه في اتجاه رشيد السليماني كرة أمامية احتجاج كبير من طرف لاعبي فريق الشباب المسيرة من سجل الهدف حسن الصواري اذا الرجاء في حد الدقيقة 51 نتابع قرار الحكم صائب الاعادة خالد لتتوضح الصورة اكثر امين الرباطي كان وراء التمرير حسن الصواري من هذه الزاوية كيبان بانه كان وحيد لكن من زاوية اخرى الزاوية الاولى خالد لكي تتوضح الصورة اكثر ولكي يحسن في مشروعية هذا الهدف الزاوية الاولى الصورة التي كانت من الزاوية الاولى خالد يعني غادي تبين لنا بشكل واضح هل كان هناك